يا صباح الخير والامل والسعاده والتفاؤل. صباح كل حاجه حلوه ان شاء الله يا رب دايما نقابلها في حياتنا. يوم جديد وجمعه مباركه علينا يا رب باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين. دايما مع بدايات كل عام بنقول يا رب يكون كل عام خير وبركه علينا. احنا لسه معاكم في اوائل عام 2018، دايما بنضع امال كتيره جدا مع بدايه العام. وفي مصر جميله تحديدا بنركز على الطاقه الايجابيه، على محاوله اننا دايما يكون عندنا نوع من الامل والتفاؤل ان ان شاء الله بكره هيكون افضل وبكره هيكون احسن بالنسبه لنا كلنا كمجتمع مصري، ونقدر ان احنا نتخطى كل مشكلاتنا وكل الصعوبات اللي بنواجهها في الفترة الحالية. فترة صعبة، لكن اعتقد ان هذا العام هيشهد يعني بعض النتائج الايجابية الخاصة بالخطوات اللي بيتم اتخاذها. عشان كده مطلوب من كل واحد فينا انه يكون عنده امل وتفاؤل لبكرة ان شاء الله. مقبلين على مرحلة كمان مهمة جدا في هذا العام، واعتقد ان الانتخابات الرئاسية اللي يعني محط انظار الجميع، اعتقد انها هيكون ليها اهتمام كبير جدا في وضع خطة ورؤية واستراتيجية لتحقيق إمكانيات جديدة ومكاسب جديدة لهذا العام إن شاء الله. الحقيقة يعني زي ما بنقول، أهم حاجة إن كل واحد فينا يؤدي الدور اللي عليه، وإن كل واحد فينا يشتغل بجد ويشتغل بضمير ويشتغل بحب. الإنسان لما بيعمل أي حاجة بحب أكيد بتنعكس يعني نتائجها بشكل إيجابي جدا. الإنسان لما يحب شغله، لما يحب المحيطين بيه، ده كله بينعكس على يعني أداؤه في العمل وأداؤه في العلاقات. حتى الإنسان لما بيحب نفسه وبيرى نفسه بشكل جميل، ده بيديله طاقة إيجابية إن هو يقدر إن هو يحسن من أمور كتيرة جدا في حياته. زي ما قلت إن احنا في مصر جميلة بنركز على الأشياء الإيجابية، وأعتقد في الفترة الأخيرة أو في الأسبوع الأول من عام 2018 شاهدنا العديد من الافتتاحات الخاصة بالمشروعات القومية في مجال النقل والطرق والكباري، ودي من الأشياء المهمة جدا اللي بنحرص عليها في المجتمع في الفترة الحالية، مش بس لخدمة المواطن المصري لكن كمان لخدمة الاقتصاد والاستثمار، لأن دي من الأولويات اللي بتشجع وبتدعم الاستثمار في أي دولة من الدول. النهاردة مع حضراتكم هنشوف إيه اللي تم خلال عام 2017 في هذا المجال، وإيه الرؤية والخطة والاستراتيجية الخاصة ب 2018. إذا كنا بدأناها بالعديد من الافتتاحات، فإيه الجديد اللي هيتم تقديمه في هذا العام إن شاء الله؟ وهيكون معايا في هذه الفقرة دكتور عماد نبيل، المستشار بهيئة النقل والمواصلات. هنتكلم عن الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري، هنتكلم عن المشروعات الجديدة اللي هتتم في الفترة المقبلة بإذن الله. ولما بهتم بقطاع من قطاعات الدولة الخاصة بالنقل والمواصلات وبقول ان ده بيشجع الاستثمار وبيحسن من الاقتصاد، فالحقيقة في يعني قطاعات اخرى بيتم الاهتمام بيها، قطاعات قد تكون عانت على مدار اعوام سابقة خاصة بعد 25 يناير. وطبعا لما بتكلم عن السياحة. السياحة مهمة جدا لخدمة قطاع كبير في المجتمع المصري، بتشغل الناس كلها، عانت منذ 25 يناير 2011 ومرت بالعديد من المشكلات. بدأنا مع نهايات 2017 ان احنا نرى ان هناك نوع من التغيير او نوع من الحمد لله يعني الخطوات الخاصة بالنجاحات للسياحة، وان شاء الله عام 2018 يشهد العديد من الخطوات الجادة. دي مش بس مسؤولية المسؤولين او وزارة السياحة او القائمين على عملية السياحة، لكن دي مسؤولية كل فرد في المجتمع المصري. السائح مجرد ما بيوصل ارض مطار القاهرة بتكون مسؤوليته خاصة بالمجتمع ككل. طبعا القرارات الخاصة بالمسؤولين دي شيء مهم جدا، ولكن في ذات الوقت كمان كلنا مسؤولين عن دعم السياحة وتشجيعها. ده كان هدف من اهداف مجموعة من الشباب اللي قامت بمبادرة لتشجيع السياحة، خاصة مع استخدام الشباب للتطور التكنولوجي ووسائل الاتصال المختلفة. كل واحد فيهم بيشوف ازاي ان هو يؤدي هذا الدور. المبادرات الخاصة بدعم السياحة شيء مهم جدا وبيكون ليه تأثيره الإيجابي على السياحة في مصر. النهاردة هيكون معانا مبادرة بلدنا أحلى بينا، وفعلا بلدنا أحلى بينا، وأحلى حاجة
في مصر هي الشعب المصري. المبادرة دي عملها مجموعة من الشباب لدعم السياحة. هيكون معانا النهاردة من هذه المجموعة سارة حسين وإحدى عضوات المبادرة، وكمان محمد عربي أحد مؤسسي هذه المبادرة، ونشوف معاكم إزاي الشباب بيفكر وبيتحمل مسؤولية دعم السياحة في المجتمع المصري. زي كل يوم جمعة ودايما بنقول إن إحنا محتاجين إن إحنا ناخد طاقة روحانية يعني مع بدايات أسبوع جديد. النهاردة كمان بناخد هذه الطاقة بالإنشاد وبالأغنيات الدينية الجميلة اللي بنستمتع معاها. النهاردة من خلال مصر جميلة بنقدم نموذج للأطفال اللي ممكن يكونوا ليهم طابع خاص جدا وبيسلكوا مسار في حياتهم. النهاردة هيكون معانا منشد، هو في سن صغير شوية لكن هنستمتع معاه بالإنشاد الديني إن شاء الله. هيكون معايا ربيع ياسر وهنستمتع معاه بشكل جيد مع نوع من الروحانيات في هذه الفقرة بإذن الله. دي فقراتي مع حضراتكم النهاردة في مصر جميلة، إن شاء الله نستفيد ونستمتع بيها على مدار الساعة القادمة بإذن الله. ناخد فاصل أرجع على طول بعديها مع أول فقراتنا في مصر جميلة.